انا اندرو مورجان وده برنامج ما وراء الترند. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ما وراء الترند. اسبوع جديد وترندات اكيد جديده. يلا بينا نعرف اهم الترندات اللي معانا النهارده ايه، ونشوف ايه هي القيمه اللي هنطلع بيها من حلقه النهارده. يلا بينا نبدا حلقتنا. الحكم بالسجن المشدد 6 سنين لمدرس اتحرش بطفلة، وميدو من بعد الكورة على الإعلام، ومن الإعلام على عالم التمثيل. 4000 جنيه غرامة على أي محل هيفضل فاتح بعد 11 بالليل. فتح متحف نجيب محفوظ مجاناً بمناسبة ذكرى رحيله. البنك المركزي بيقرر رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك. محكمة الجيزة حكمت على مدرس كيمياء كان متهم بالتحرش بطالبة جوا بيتها بالسجن المشدد 6 سنين. التحقيق بدأ معاه بعد فيديو نشرته أم على فيسبوك بتتهم فيه مدرس بالتحرش ببنتها أثناء درس خصوصي، وبالفعل تم القبض على المدرس ده وتم تحويله لمحكمة الجنايات بتهمة التحرش بالطالبة وهتك عرضها، وتم الحكم عليه ب6 سنين والسجن المشدد. أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق والإعلامي الحالي بيقرر يدخل عالم التمثيل عن طريق فيلم جديد ليه في السينما. ميدو قال في تصريحات إعلامية ليه إنه بيحضر لفيلم جديد وإنه بيلعب فيه دور مدرس ثانوي، وقال كمان إن دي هتكون أول بطولة سينمائية ليه، وقريب هيتم الإعلان عن كل تفاصيل الفيلم. الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة قال إنه تم التنبيه بشكل رسمي على أصحاب المحلات غير الملتزمين بمواعيد غلق المحال العامة المحددة، وتم فرض غرامة 4000 جنيه على كل المخالفين لقرارات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمحلات. وقال كمان إن وزارة التنمية المحلية بتتابع مع أجهزة الإدارة المحلية إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الرياضية وكمان دور العبادة. طبعاً إحنا عارفين إن خلال الشهر ده الحكومة بدأت في إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء وحددت مواعيد محددة للقفل وهو الساعة 11. قررت وزارة الثقافة فتح الزيارة لمتحف نجيب محفوظ واللي موجود في الجمالية للجمهور مجاناً ولمدة أسبوع من يوم السبت 27 أغسطس ولغاية السبت 3 سبتمبر، بداية من الساعة 9 الصبح ولغاية الساعة 5 مساءً يومياً، وده بمناسبة ذكرى رحيل الأديب العالمي. وخلال الأسبوع ده هيتم تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والثقافية في المتحف زي معرض للكاريكاتير وفعاليات كتير خاصة بالأديب العالمي نجيب محفوظ. أصدر حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي قرار بخصوص الحد الأدنى والأقصى للإيداع والسحب للأفراد والشركات بفروع البنوك والماكينات. القرار بينص على إلغاء الحدود القصوى للإيداع للأفراد والشركات وزيادة الحد الأقصى للسحب اليومي سواء للأفراد أو الشركات من فروع البنوك من 50,000 جنيه ل 150,000 جنيه، لكن لو من أي مكنة فيزا هيكون الحد الأقصى للسحب اليومي زي ما هو 20,000 جنيه وما فيهوش أي تغيير. افتتاح متحف نجيب محفوظ مجاناً بمناسبة ذكرى رحيله، ده كان ترند من الترندات اللي كانت معانا في حلقة النهاردة. في الحقيقة لما سمعت كلمة مجاناً وقفت جداً عندها وفكرت قد إيه الكلمة دي بتكون جميلة وبتفرح اللي بيسمعها. فكرة إنك تاخد أي حاجة ببلاش أكيد فكرة ممتعة، وهي دي القيمة اللي هنطلع بيها من حلقة النهاردة. كم حاجة ربنا ادهلنا مجانا وببلاش، الصحة والستر والشغل، الأهل، العيلة، وحاجات كتير لو قعدت اتكلم عنها من هنا لعشرين حلقة قدام مش هتكفي. الحاجات اللي احنا واخدينها ببلاش دي نعمة، نعمة كبيرة لازم نحافظ عليها ونستخدمها للأحسن ولخدمة ربنا، لأنها لو راحت حياتنا بتبوظ ومش بنعرف قيمتها غير بعد فوات الأوان. النهاردة يا صديقي عايزين نحاول نفكر مع بعض في كل الحاجات اللي واخدينها ببلاش من ربنا، ولازم دايماً وطول الوقت نشكر ربنا، نشكر برضا واقتناع، نشكره على كل حال وفي أي حال، نشكره على الصعب قبل السهل، نشكره على كم النعم اللي في حياتنا. تعالى النهاردة نتفق اتفاق، وهو إن ما يعديش يوم عليك غير ما تختم يومك بشكر من قلبك لربنا على حاجات كتيرة قوي قوي خدناها مجاناً وببلاش، ونحاول نهديها لخدمة ربنا.